في لعيبه مصريين لما بنيجي نلعب ماتشات بره تلاقي انه الناس كلها بتتكلم على لاعب مصري ان هو لاعب مهم، ازاي ده ما بيلعبش في اوروبا؟ هو ايه اللي بينقص اللاعب المصري عشان يلعب في دوري زي الليجا؟ والله بالنسبة لي غريبة جدا ان مفيش ولا لعيب مصري لعب في الدوري الاسباني غيري، لان انا شايف ان اللعيبة المصريين يقدروا تفتن الدوري الاسباني او يقدروا يتأقلموا على الكرة الاسبانية بكل سهولة. اول حاجة الجو في معظم مناطق اسبانيا قريب شوية من الجو اللي هو الجو الميديترينيان او الجو بتاع الشرق دول البحر الشرق الاوسط، المتوسط. البحر المتوسط. عاداتهم قريبه مننا جدا في حاجات كتيره جدا. الكوره اللي هم بيلعبوها رتمها ابطا سنه من الدوري الفرنساوي والدوري الانجليزي والدوري الالماني بالذات، يعني هم بياخدوا وقتهم على الكوره سنه. واللعيبه المصريين تقدر انها تلعب كويس في الجو في الجو ده. للاسف واحده من الحاجات اللي مصر لازم تحاول تعالجها، في اتفاقيه كده مش عارف فاكر اسمها اتفاقيه ايه، مصر ما شاركتش فيها. ففي لعيبه مثلا افارقه الكاميرونيين والنيجيريين وكده ما بيتحسبوش في ضمن الثلاثه الاجانب. ده القانون في اسبانيا بيقول انت من حقك ثلاثه اجانب بس في الليجا. الدرجات الادنى ممكن يبقى عندك اكتر يعني، بس في الليجا. مصر مش موجوده في الاتفاقيه دي. عشان كده تلاقي في لعيبه افارقه كتير موجودين ودايما بيحسبونا احنا من الثلاثه اجانب. من ثلاثه الاجانب لازم تبقى توب. فبستغرب يعني، انا نفسي ان انا اشوف لعيبه مصريين اكتر بتلعب في الليجا. ليه؟ لان انا بقول لك نسبه النجاح اللعيب المصري في الليجا كبيره، وده اوريدي احنا شغالين عليه. احنا دلوقتي بنعمل يعني بارتنر شيب ديل ما بين ذا ميكر شركتي وما بين سيلتا. ان شاء الله هيبقى في شراكه ان احنا كل سنه لعيبه من عندنا من ذا ميكر تعمل ترايلز في مع سيلتا، ويبقى سيلتا ليهم الاولويه في اللعيبه المميزه بتاعتنا. انا بحلم ان عن طريق الشراكه دي ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا يكون عندنا 3-4 لعيبه بيلعبوا في اسبانيا قريب جدا. طب على المستوى الاول دلوقتي في توب ليفل زي ما انت بتحب تتكلم وتقول، مين من اللعيبه دلوقتي المصريين يقدروا يلعبوا في الليجا؟ الشناوي ممكن يبقى جول كيبر في الليجا عادي، في فرقه من الفرق الوسط، ويبقى بيأدي اداء كويس. وعبد المنعم عادي جدا يلعب في انديه عبد المنعم يعني مع شويه تركيز اكتر، وان هو يبقى هناك ويعيش الاجواء بتاعت هناك وبيتمرن كل يوم بيشتغل كويس وكده، يقدر ان هو يبقى موجود. ابراهيم عادل يقدر يلعب في الليجا، لعيب صغير في السن يقدر لو راح نادي صغير ان هو يكبر هناك ويشتغل هناك. مصطفى محمد اكيد طبعا يقدر يلعب في الليجا، بيتألق حاليا في ملعب الفرنسيه مع نانت يعني، طبعا يقدر ينجح في حاجات كتير. زيزو يقدر يلعب في انديه الوسط في الليجا كويس جدا ويشتغل كويس جدا، وانا بتفرج على ماتشات الدوري الاسباني وبجد يعني بتعجب احنا ليه ما عندناش لعيبه اكتر.